بسم الله الرحمن الرحيم. هذه امرأة ممرضة متقاعدة، عمرها 93 سنة في فرنسا، على عكاز، ساكنة لوحدها في عمارة على عادة الغربيين، ما أحد يسأل عن أمه ولا عن أهله، لكنها ترتجف وتصعد الدرج بنوع من الصعوبة، ولها جار مسلم لما يراها يحمل عنها الأغراض، يوصلها، يدخل الأشياء، بل أحيانا يعني ينظف لها، وهي تستغرب ليش هذا يعني الحرص هذا إيش وراه. فمرة سألته وقالت له: أنت في أحد يعطيك أجرة على هذا العمل؟ قال: نعم. فسكتت، ظنت يعني تمنت أنه يكون ولدها قد استأجره، يعني قال أعطاه مثلا شيء في الشارع، قال: اهتم بأمي. يوم من الأيام لما تفانى في عمل معها قالت: أنت من اللي يعطيك الأجرة؟ قال: الله. فتأثرت، بعدين سألته قالت: ممكن تعرفني هذا اللي يعطيك الأجرة، تعرفني عنه؟ فأعطاها أشياء عن الله ودينه والإسلام. يقول الرجل جابها للمركز الإسلامي وأسلمت. سبحان الله. العصر أسلمت. جاتها واعكة صحية في العشاء وتوفيت. الله أكبر. يعني يمكن ما صلت إلا فرضين. يقول لما جاءت نريد أن نأخذها للدفن الآن، جاء ولدها قال: لا، وين هالحين عرفها؟ جاء ليش؟ عشان يأخذ الأشياء اللي في البيت، يأخذ المال، يا أحد، وجالس يبيع في أغراضه، يقول: الثلاجة خذوا 100 يورو، ما أدري إيش خيار كذا. يقول: جينا نأخذها. قال: لا لا، هذه تبع، هذه أنا، نحن نأخذها ندفنها في عند المقبرة تبعنا. قلت: لا، هذه أسلمت. قال: لا، ما أسلمت. وصارت مشادة، هم يريدون أخذها للدفن في مقبرة المسلمين لأنها أسلمت. نعم. يقول في آخر المشادة إيش قال الولد؟ قالتهم يعني حريصين جدا عليها. قالوا: نعم. قال: طيب، نبيعكم إياه. سبحان الله. قلنا: بكم؟ ظننا، خفنا. قال: 5000 يورو. ويقولوا رحنا وفورا اجتهدنا وجمعنا من المسلمين 5000 يورو وأعطيناه إياها، وأخذنا أمه وغسلناها وكفناها ودفناها في مقبرة المسلمين. باع أمه ذاك، لكن هذه اللي جارها المسلم بالإحسان تسبب في دخولها في الإسلام. قالوا سألنا عنها، قالوا: كانت ممرضة ترحم الناس، ولعل الله أراد بها خيرا، أنه حتى أعمالها السابقة لعلها قد كتبت. شكرا يا ربي، شكرا، هديت قلبي، شكرا.